لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صباح الخير على عيونكم، صباحكم زي الفل. النهاردة هقول لكم او دلوقتي هنتكلم في اسعار الخضار والفاكهة واللحوم والاسماك والفراخ والحاجات دي كلها، بحيث اقدر افككم بنبذة كده عن الاسعار تتراوح من ايه لايه، وطبعا هتختلف من بلد لبلد، بس حاجات بسيطة قوي، زيادة جنيه او 2 جنيه او اقل جنيه او 2 جنيه مش اكتر ان شاء الله. وبتكلم عن الاسواق المصرية، ويا رب يكون الفيديو تستفيدوا منه ويعجبكم ان شاء الله. هنبتدي مع بعض بالخضار. والنهاردة سعر الطماطم في السوق تتراوح من 6 جنيه ل8 جنيه، طبعا على حسب كل منطقة وكل بلد، وكمان على حسب المستوية والجامدة والحاجات اللي احنا عارفينها دي. اما بالنسبة للخيار فسعره يتراوح من 5 جنيه ل7 جنيه، برضو كل بقى نمشي كل كده الاسعار تتراوح ما بين كذا لكذا، ودي تختلف من بلد لبلد. تمام، الخيار قلنا من 5 ل7 جنيه. الفلفل الاخضر الرومي سعره حوالي 8 جنيه، ممكن برضو يزيد جنيه او يقل جنيه. اما بالنسبة للفلفل الالوان اللي هو الاصفر والاحمر ده، الكيلو منه ب16 جنيه. البطاطس سعرها، دي البطاطس الجديدة اللي لسه نازلة السوق اليومين دول، سعرها من 5 ل6 جنيه. ده كده بالنسبة للخضار. هقول لكم برضو الكوسة سعرها من 5 ل8 جنيه. اما البسلة فسعرها من 8 ل12 جنيه. ده بالنسبة للخضار. البامية برضو سعرها من 15 ل20 جنيه، بس تقريبا هي مش موجودة قوي دلوقتي. بالنسبة للبقوليات هنتكلم عن الرز، سعره في المحلات من 7 ل10 جنيه. العدس من 18 ل24 جنيه. المكرونة حوالي الكيلو ب7 جنيه. دي المكرونة السايبة او الاكياس، برضو مفيش مشكلة. الاكياس بتبقى حوالي 400 جرام او 350 جرام، سعرها 3.5، يعني الكيسين ب7 جنيه، وهم مش بيبقوا كيلو قوي، الكيلو مش كيلو صافي يعني. بالنسبة للفراخ هنتكلم عن الفراخ. الكيلو الفراخ البيضة الكيلو من 22 ل25، ده سعر الكيلو الواحد. وطبعا دايما بتوزيني بقى الفرخة بتطلع كيلو ونص، 2 الا ربع، 2، 2.5، زي ما تحبي الميزان بتاعها. اما البلدي من 26 ل30 جنيه. الفليه او البانيه سعره من 65 ل70 جنيه. الكبد والقوانص الكيلو فيها يتراوح من 27 ل30 جنيه. ده بالنسبة لأسعار الفراخ. بالنسبة لأسعار اللحوم بتبتدي من 140 ل160 جنيه. أما المجمدة من 75 ل79. الجملي من 100 ل120 جنيه. بالنسبة للأسماك، لو اتكلمنا على البلطي بيتراوح من حوالي 25 جنيه ل30 جنيه. اما السمك المكريل من 23 جنيه ل27 جنيه، ده اعلى حاجة في السوق، اعلى سعر ليه 27. البوري من 40 جنيه لغاية وانت طالعة ممكن 50 جنيه، 55 جنيه كمان، ده بيبقى على حسب الحجم بتاعه، فبيتراوح سعره في الحدود دي. السمك المكرونة حوالي 26 جنيه، ده المكرونة اللي هو الكبير، انما المكرونة البلدي اللي بيبقى صغير كده وبيبقى فظيع بصراحة، حلو جدا، ده سعره دلوقتي 65 جنيه. تمام، لو اتكلمنا على الفاكهة هنقول نتكلم على البرتقال في الاول، الكيلو ب5، اليوستافندي برضو ب5، الموز من 10 ل12، الفراولة لسه نازلة السوق جديدة اليومين دول ب12 جنيه، الرمان بقى من 6 ل7 جنيه، التفاح البلدي من 5 ل8 جنيه، العنب من 8 ل12 جنيه. ودي كانت اسعار النهاردة. لو حابين اي سعر حاجة معينة اكتبوا لي في الكومنتات، برضو اعرف لكم سعرها اليومي كل يوم ايه واقول لكم. طبعا عايزة اقول لكم على حاجة، ان دي اسعار الاسواق المصرية العادية خالص، مش اسعار السوبر ماركت. وانصحكم ان انتوا تجيبوا الحاجات الخضار والحاجات الاساسية دي من المحلات او من الاسواق المصرية العادية المتعارف عليها. اما السوبر ماركت ياريت نخليه للحاجات
اللي بتبقى فيها ايه حاجات حلوة قوي زي العروض، لما بيبقى عامل عروض حلوة قوي على حاجة معينة نجيب منها، لان بيبقى اسعار الخضار والفاكهة والحاجات دي في اسواق السوبر ماركت بتبقى غالية جدا عن السوق، فلو حابة توفري تجيبي حاجتك من السوق احسن. وكمان الحاجات اللي عليها عروض من السوبر ماركت كده هتظبطي ميزانيتك حلو جدا. انا قلت لكم الاسعار بحيث اللي حابب ينزل او يبقى معاه ميزانية معينة يحاول يرتب، يعني يرتب نفسه بالفلوس اللي معاه ويقدر يشوف هتجيبي ايه وما جيبش ايه والكلام ده. ويا رب الفيديو يكون خفيف عليكم ويعجبكم، ولو حابين اعمله لكم تاني سيبولي رأيكم في الكومنتات الحلوة، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.